بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خير المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا بنا على النبي، وتعالوا نتعلم درس جديد النهاردة بإذن الله تعالى. في الدرس بتاع النهاردة هنتعلم طريقة تحديد عدد الأرقام اللي هتظهر جنب الأسس، جنب رقم مرفوع الأس. الكلام اللي بقوله مش هيوضح إلا بمثال. وليكن أنا عندي 5 8 9، الرقم اللي انتوا شايفينه ده، تمام؟ وضغطت يساوي، ضغطت ايه؟ يساوي. انا مش عايز الرقم ده يظهر لي كده بالشكل ده، انا عايز يظهر رقم مضروب في رقم اس حاجة، تمام؟ ممكن نعملها ازاي؟ ممكن نعملها ان جي، تمام؟ ظهر لي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. برضو انا مش عايزه يظهر كده، انا عايز احدد بقى ايه عدد الارقام اللي قبل العلامة واللي بعد العلامة كام. وليكن انا عايز احدد 3 ارقام، او هنخليهم رقمين، هنخليهم كام مثلا؟ رقمين. عدد الارقام يعني هيظهر لي رقم قبل العلامة ورقم بعد العلامة، تمام؟ بقيت الارقام دي مش عايزه تظهر. طب بنعمل الحكاية دي ازاي؟ بنضغط شيفت، بعد كده بنضغط مود، بعد كده بنختار رقم 7 SCI، SCI تمام، رقم 7. وحدد بقى انا عايز عدد الارقام اللي قبل العلامة واللي بعد العلامة اللي هيظهروا كام رقم. وليكن 2، نضغط 2 زي ما انتم شايفين. نشوف الرقم ظهر ازاي. 5.9 × 10^3. دي الهدف من الفيديو بتاع النهاردة. احيانا في الامتحان انت بكون مثلا طلعت نتيجة على الحاسبة بشكل، والناتج اللي موجود في الاختيارات مش موجود بالصورة اللي انت طلعتها مباشر على الحاسبة، فبتضطر تعمل العملية ديت او تعملها يدوي، بتحرك العلامة على حسب بقى انت دماغك شغالة ولا لا، تمام؟ تمام، دي بالنسبة للدرس بتاع النهاردة. اتمنى الدرس يكون واضح سهل وبسيط، واللقاء في دروس اخرى، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.